سلام سيدي يحيى الغاو. فنت داك القرار الرسمي من جهه المنظمه لا زال يتحدد ان كان سيكون هناك الهدف الاول. الهدف الاول في هذه المقابله عن طريق لاعب التحدي القناطري رقم 9 حمزه عاقل يسجل تسجيل لصالح نادي التحدي القناطري تقريبا الدقيقة الثانية من المقابلة. تمريرة على المقاس من بدر القاسمي وحمزة عاقل كيفتح التسجيل لصالح نادي التحدي القنيطري. صفوت الغاوي اللي عنده واحد المعاناة أكيد غنطيقوا عليها في باقي المقابلات. حمزة عاقل نرجعوا لأحداث المباراة. حمزة عاقل كيسداد الثنائية لصالح حمزة عاقل، الثنائية الشخصية للاعب حمزة عاقل في هذه المباراة. الهدف الثاني لصالح التحدي القنيطري عن طريق حمزة عاقل اللي كيرسم على الهدف الثاني ديالو في هذه المباراة. الأول كان في الدقيقة الثانية والهدف الثاني كان قبل قليل. حمزة عاقل انفرادة من منتصف الملعب وجها لوجه مع كريم دامو، ما كيترددش كيسددها بقوة في مرمى جمعية السلام سيدي يحيى الغاوي. والتالي بعد مرور الخوا أو حميدو الحكم في قلب الفشل، الحكم في قلب الفشل عند عبد الله السيسي. عبد الله قاد السدادة والهدف الأول، الهدف الأول لصالح جمعية السلام سيدي يحيى الغرب عن طريق اللاعب مروان الشكري البديل اللي دخل في هذه اللحظات. مروان الشكري كيقلص النتيجة لصالح جمعية السلام سيدي يحيى الغرب. إذا بعد مرور حوالي 10 دقائق جمعية السلام سيدي يحيى الغرب كيقلص النتيجة وبالتالي كتولي تقدمات التحدي القناطري. طويلة تدخل صراع ما بين لاعبي التحدي والسلام سيدي يحيى الغرب، لكن عثمان العالمي كيمسك بها اتجاه أيمن هرام. مقطوعة مع الشكري، مقطوعة من مروان الشكري وكيعدل النتيجة لصالح جمعية السلام سيدي يحيى الغرب. بالتالي تقريبا على بعد دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول من المقابلة مروان الشكري كيتمكن من تعديل النتيجة هدفين مقابل هدفين ما بين جمعية السلام سيدي يحيى الغرب ونادي التحدي القنيطري. كان خطأ دفاعي واضح من لاعبي التحدي. مروان الشكري استغل الفرصة لصالح جمعية السلام سيدي يحيى الغرب. ابراهيم كريبة غيستدغى تصدي جميل، قوي ابراهيم كريبة تصدي اجمل من عثمان العالمي. كان تسجيل متدخل لصالح جمعية السلام سيدي يحيى الغرب عن طريق ابراهيم كريبة، لكن تصدي في المكان المناسب من حارس التحدي القنيطري عثمان العالمي. مرة اخرى عند عبد الله السيسي لاعب جمعية السلام. وفي هذه اللحظات الحكم كيعلن على نهاية الشوط الثاني من المقابلة، وبالتالي نهاية المباراة بالتعادل الايجابي هدفين مقابل هدفين ما بين جمعية السلام سيدي يحيى الغرب و نادي التحدي القنيطري. إذا كان معكم في هذا البث المباشر عبر الفجر سبور المدير القشيني، ونضرب لكم موعدنا في وقت لاحق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة الفجر على هذه الاستضافة هذه وعلى هذه الفرصة هذه اللي عطاتنا باش نتحدثوا على جمعية السلام. جمعية السلام كرة القدم داخل القاعة سيرتو هذا الموسم هذا كتعاني بزاف ديال المشاكل وأبرزها المشاكل المادية، فهي بالدعم من الجهات المالية. وبالخصوص المساله ديال الصعود هذا الموسم راه تقريبا تحسمات على بعد 8 جولات الفريق المنافس اللي هو التحدي باعتبار الابتعاد ديالو بالنقاط. وان شاء الله غنوجدوا الموسم احسن ان شاء الله الموسم الجاي. المقابله كما شفتي كانت فيها نديه قويه بين الفريقين، كانت رغبة كبيرة من الفريق ديالنا بالفوز، ما تمكنش ضاعوا فرص جاية إن شاء الله يكون الخير.